السلام عليكم يا شباب، فيديو جديد محاكي الصيد. طبعا مثل ما كم شايفين هذا الجهاز ينادي الحيوانات، في عندك عدة أنواع ممكن تنادي عليها مثل ما كم شايفين بهاي الصورة. في عندك الطائر التركي الواي، يعني هذول الغزلان أكثر من نوع، شايف كيف؟ فبتكبس كبسة يمين الماوس، بياخذك لهاي شاشة الجهاز ودولاب الماوس، فيك تختار الحيوان اللي بدك إياه. وفي عندنا الموس، وفي عندنا الكيوتي، هذا نوع من أنواع الثعالب أظن أو هيك شيء. لكن في عندك عدة أنواع، يعني ممكن إنك من خلال الجهاز اذا اشتريته ممكن تحصل كثير فلوس يعني داخل اللعبة عشان تشتري فيها سكنات واسلحة. هذا اول شيء. ثاني شيء، في عندنا كمان اشترينا شوية سكنات مثل ما كنتم شايفين، مثل الطلاء، راح انزل عنه فيديو ان شاء الله الفيديو الجاي. لكن اليوم راح يكون صيدنا حيوانات من خلال هذا الجهاز. بنفس الوقت يعني فيك تحصل سكنات على الاسلحة او على المنظار، وفي عندك يعني عدة انواع كثير بشكل خيالي، يعني يمكن تقريبا 30 40 الشكل، ممكن اكثر اظن اكثر. مع كل حال هذا راح يكون فيديو اليوم يا اخوان، ان شاء الله انه يعجبكم وتابعوا معنا شو راح يصير وشلون راح نجيب الحيوانات. لانه بصراحه بعد ما اشتريت السكنات وهيك صفرت مثل ما كنتم شايفين صفر. فيلا نبدا الرحله. ليفل 3 هذا هو. شوف عم يشم، حاسس وعارف فيه، بس منيح بخيت البخاخ. شو هاد؟ هذاك في واحد ورا. ليفل 4 عندي بس الايمون، انا ما حسبت حساب هيك. هذا اكس، لا هذا حيوان. ليفل 4 لونه لك، شوف لونه، يا رب يكون مختلف. شوف هذول كمان كلهم صاروا يجوا. رواق رواق شباب، مستنى حتى يجوا، ما راح اضرب لحتى يجيني ليفل 4. تعال يا وحش تعال، شوف كله قطيع يا شباب، كل يعني الكل راح يجي تقريبا، كثير بيجوك. لسه هذيك ما اجت. ليفل 2 ليفل 4 قرب. لا ما تروح هناك، ده الوحش. لا هذا مش الوحش، ليفل 3 هذا بس. بدي ليفل 4، راح استنى لاخر لحظة. بيعطي وارنينج. شوف اللي بعده، بس انا هيك يعني غيرت الصوت لانه بدي اخليهم يروح، لانه هذا الليفل 4 مش عم يرضى يجي، هو وقف هون ورا بالشجر. فراح احط البرج هناك عشان اقدر اشوفه بشكل افضل. وضع البرج كان غلط بصراحه. فيلا نحول لهناك ونشوفكم بعد قليل. شايفين هيك شكله افضل هيك. بس لازم يجوا هسه، لازم. هذاك اول واحد، هذاك ليفل 4. تعال تعال، ما راح اضرب الا عليك، تعال لهون. هذا ذكر صوته مبين، مش راضي يقرب، مش راضي يقرب، بس بالاخير بدي يقرب. وين تمام؟ ما دخلني فيها اصلا، شو بدي فيها؟ انا بهمني الذكر بس. بس كله اناثي، ما بعرف ايش الذكر مش راضي يقرب يا برو. يعني كلها اناثي بس. شوف فكر اضرب عليه بكفي خلاص. خلاص هاي، يلا نروح ندور عليه. شايفين؟
هذا هو ليفل 4 جولد 202. والله اني كفو. بس شوفي له شكله، بس شوفي له شكله يا شباب، بس بخوف مو هيك؟ اكسبت كفو. هلا راح شو راح نحاول؟ هلا الموس انتهينا منه، اخذنا صيدة من الموس، نحاول الغزلان يعني بلاك تيل وما بلاك تيل، هذول الانواع هيك. لا انا ابو شرف الشغل يا زلمه، هذا واحد قريب وما لي خبر. نحط يا زلمه نحط، ما مش راضي نحط على الارض ويتركب. انا بدي اطلع صوت شوي 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 شوي، ارجع لورا شوي شوي. اعطى بخاخ من هذا، دائما العب على المضمون حتى لما اخلص البخاخ. يعني ما بعرف ليفل 2 ما في ليفل اعلى، ما في. طب في هذاك راح يجي هذا لهون قريب، بس ما يكون انثى، انا هذا الخايف منه. حابين يجوا هذول الظهر. حابين يجوا الظاهر. بس ما فيهم يعبروا كل هالمي. دي بيعبروا المي. اها. شي قريب. هذا ليفل 3 يا اخوان. انثى. قطيع كامل اجا. ذكر. وهذا هو كل شيء. كم شايفين الجهاز كتير يفيد. ليفل 2 تقريبا جولد، ونحن نضرب اللي يهمنا. المهم هو الكاش يا شباب، هذا اللي بيهمنا. الضربة الثانية نشوف وين جت. في الحال يا اخوان تعلمنا شيء جديد من هالاجهزة هاي، انه بتجيب حيوانات وبشكل قطيع، مش انه بشكل منفرد. خلنا احاول على القلب. لا على القلب. ما ماتت؟ انسى. 10 كيلومتر هربت برو. الو الو. المهم هو المهم انه نهاية الفيديو يا اخوان. شكرا للمتابعة والمشاهدة اللي شاهد لهاللحظة هاي. ان شاء الله المرة الجاية، يعني انا اليوم كنت بس هيك يعني عم بحاول اشوف يعني مزايا الجهاز. ان شاء الله المرة الجاي بنحاول شيء يكون فيه حماس اكثر. والسلام عليكم يا اخوان.